بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل سويا الحديث عن علم الجرح والتعديل، ونتحدث اليوم عن مراتب الجرح والتعديل. جهابذة المحدثين اهتموا بمراتب الرواة من حيث الجرح والتعديل، كما قلنا قبل ذلك، فليس كل المعدلين في مرتبة واحدة، وليس كل المجرحين في مرتبة واحدة، بل يتفاوت المجروحين ويتفاوت المعدلين أيضا، لأن ذلك أساس الحكم على أحاديث كل راو بالقبول أو الرد. ولقد اشتهر مصطلح ابن أبي حاتم الرازي، إذن العمدة في هذا الباب هو ما اصطلح عليه ابن أبي حاتم الرازي، والذي وافقه عليه بعد ذلك الأئمة رضي الله عنهم. والإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي من علماء القرن الرابع الهجري، توفي سنة 328 من الهجرة، والذي قال: ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد إنه ثقة، إنه ثقة أو متقن أو ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه. إذا نحن عندما نبحث عن راوي من الرواة، وجدنا في الكتب أنه موصوف بأنه ثقة أو أنه متقن، أو قال عنه فلان إنه ثبت، إذا هذا تعديل، يبقى فهو ممن يحتج بحديثه. وهذه هي المرتبة الأولى الأعلى، يبقى أعلى وصف يمكن أن يوصف به الراوي أنه ثقة أو متقن أو ثبت. وإذا قيل إنه صدوق، إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ما معنى يكتب حديثه وينظر فيه؟ معناها أن حديثه يقارن بروايات غيره. الشيخ هنا أوضح هذه المسألة في الهامش، فقال نقلا عن تدريب الراوي: أي يقارن بروايات المتقنين، فإن وافقهم في الغالب ولو في المعنى فضابط يحتج به، وإن كثرت مخالفته فليس بضابط ولا يحتج به. يبقى إذا قيل صدوق، ننظر هل وافقه في الغالب أهل الإتقان، يبقى إذن يحتج به ويرتفع ويكون كالمرتبة الأولى. إذا لم يحتج به وكثرت إذا كثرت مخالفاته للمتقنين فلا يحتج به. وهذا الكلام تجدونه في تدريب الراوي. طيب، وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة. شيخ هذا مصطلح، هذا مصطلح في المرتبة، يعني أن فلانا هذا في المرتبة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه أيضا إلا أنه دون الثانية. إذن عندما يقال شيخ هذا معناه أن فلانا هذا، أن فلانا هذا يكتب حديثه وينظر فيه، يقارن أيضا بكلام الأئمة، لكنه دون المرتبة الثانية. فالأعلى أن يقال صدوق أو لا بأس به، الأدون أن يقال شيخ. طيب، وإذا قيل صالح الحديث فإن حديثه يكتب للاعتبار. يكتب للاعتبار، ما معنى يكتب للاعتبار؟ يكتب للاعتبار معناها أن حديثه يكتب في الشواهد ويكتب في المتابعات. إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. طيب، الشيخ يقول هنا في الهامش، يقول: إلى هنا مراتب العدالة، وما بعد هذا مراتب الجرح. إذن هذه هي مراتب العدالة الثلاثة أو الأربعة، الأربعة: ثقة أو متقن أو ثبت يحتج به، وهذه هي الأعلى. صدوق محله الصدق لا بأس به،
يكتب حديثه وينظر فيه، فإن وافق المتقنين في الغالب احتج به، إن كثرت مخالفاته لا يحتج به. شيخ هذه مرتبة ثانية، وهي هذه مرتبة ثالثة وهي كالثانية، لكنها يكتب حديثه أيضا وينظر فيه لكنه دون الثانية. إذا قيل صالح الحديث يكتب حديثه الاعتبار. طيب، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يكتب حديثه وينظر فيه ليس ليكون الأصل ولكن ليكون حديثه في الاعتبار. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبه في كتبة حديثه إلا أنه دونه. يعني هذه كتلك، ليس بقوي الحديث مثل لين الحديث، يكتب حديثه أيضا وينظر فيه اعتبارا لكن منزلته ومرتبته تكون أدون وأقل من التي قبلها. إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. يبقى لاحظوا هنا، لين الحديث يعتبر به، ليس بقوي يعتبر به، ضعيف الحديث يعتبر به، لكن تختلف في المراتب، فأعلاها لين الحديث، ليس بقوي، ثم ضعيف الحديث. وإذا قالوا متروك الحديث، ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة، وهي المنزلة الرابعة. إذن متروك الحديث، ذاهب الحديث، كذاب، هذا لا يكتب حديثه ولا يعتبر حديثه لا كأصل ولا كاعتبار. حديثه لا يؤخذ به في الشواهد ولا المتابعات ولا في شيء أبدا، لأن حديثه كذب، ساقط، متروك، وهكذا. يقول الشيخ رحمه الله: هذه الاصطلاحات يخبر بها ابن أبي حاتم عن جهابذة الحديث في زمانه. طبعا الشيخ هنا يقول إنه كلام ابن أبي حاتم ليس خاصا بابن أبي حاتم، ولكن ابن أبي حاتم كأنه لخص كلام الأئمة المحدثين في زمانه، كأبيه أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن معين وغيرهم. وهذه المراتب هي منهج المحدثين في كل زمان. وإذا كان ابن أبي حاتم جعلها أربع مراتب في التعديل وأربعا في التجريح، فإن الذهبي والعراقي زاد مرتبة فجعلها خمس مراتب، وزاد الحافظ ابن حجر والسخاوي مرتبة أخرى فصارت ست مراتب. إذن ماذا فعل ابن أبي حاتم؟ جعل مراتب التعديل أربعة ومراتب الجرح أربعة، الذهبي والعراقي جعلاها خمسة زاد مرتبة، الحافظ ابن حجر والسخاوي زاد مرتبة أخرى فصارت ست مراتب. وهذا لا يؤثر، وهذا لا يؤثر، من أراد رؤية هذا أو التوسع فيه فليرجع إلى كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي. هذا كتاب مهم ينبغي أن يكون موجودا عند كل طالب علم. قال: وهذا لا يؤثر على هذا التقسيم، فالمرتبة التي زادها الذهبي والعراقي والتي هي ما كرر فيه أحد ألفاظ التوثيق، ما كرر فيه أحد ألفاظ التوثيق العليا كثقة ثقة أو ثقة سبت. إذن الذهبي والعراقي ماذا زاد؟ ما هي المرتبة التي زاداها؟ زادوا مرتبة قبل الأولى في التعديل، يعني هنا ثقة، متقن، ثبت. قد يروى عن بعض العلماء قولهم ثقة ثقة، ليس ثقة واحدة ولكن مرتين، أو ثقة ثبت، يقولون هذه المرتبة أعلى. فإذا قالوا ثقة ثقة يكون أعلى من قولهم ثقة. والمرتبة التي زادها ابن حجر والتي هي أعلى من مرتبة التكرار، وهي الوصف أفعل،
كأوثق الناس وأثبت الناس وإليه المنتهى في التثبت. يبقى هاتان مرتبتان أضافهما بعض أهل العلم إلى مراتب التعديل. يبقى ابن حجر، المراتب عند ابن حجر الآن، مراتب التعديل عند ابن حجر الآن كم؟ ستة. أعلاها أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التثبت. بعدها ثقة ثقة، ثقة ثبت، ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ثقة إلى إيه، ونسير هكذا مع الترتيب الذي معنا، ثقة أو متقن أو ثبت فقط، ثم ثقة محله الصدق لا بأس به، ثم شيخ، ثم بعد ذلك صالح الحديث. طيب، يبقى المراتب التي زادها الأئمة في ماذا؟ في التعديل. هاتان المرتبتان مقدمتان على المرتبة الأولى في أصل الترتيب الذي ذكره ابن أبي حاتم، وعليه فمرتبة التكرار ومرتبة أفعل ومرتبة التوثيق العليا، كل ذلك أصحابها أحاديثهم صحيحة، ولا اختلاف يترتب على زيادة هاتين المرتبتين. يبقى إذن لا خلاف في الحكم، فثقة فقط، ثبت فقط يحتج بحديثه، ثقة ثقة يحتج بحديثه، أوثق الناس يحتج بحديثه. يبقى لم يترتب على هذه الزيادات اختلاف. ولقد زاد بعض العلماء ألفاظا في بعض المراتب، وهذا لا يؤثر في الحكم على الرواة، فإن الأحكام وفق قواعد اللغة وفق الأئمة. ولقد زاد بعض الأئمة أيضا مرتبتين في الجرح، يعني كما زيد في التعديل زيد في الجرح. هما في الحقيقة داخلتان في المرتبة الأخيرة، والتي هي لا يكتب حديث أهلها ولا يعتبر ولا يستشهد به، وهذه الرابعة عند أبي حاتم، ولقد جمع أطرافها بقوله متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب. وجاء من بعد ابن أبي حاتم فجعلوا كل لفظة مرتبة. ابن أبي حاتم ذكر ثلاث مراتب، ثلاث ألفاظ، ثلاثة ألفاظ. ثم جاء الأئمة بعد ذلك وجعلوا كل لفظ من هذه الألفاظ مرتبة. فالمرتبة الرابعة وهي أشد من ضعيف ألفاظها رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واهم بمرة، طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارمي به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا. طيب، إذن هذه كلها ألفاظ داخلة في المرتبة الرابعة. ومتروك الحديث جعلوا المرتبة الخامسة في الجرح، وأضافوا تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، متهم بالكذب، متهم بالوضع. إذن متروك الحديث مرتبة خامسة. ثم كذاب جعلوها المرتبة السادسة في الجرح، وأضافوا يكذب، دجال، وضاع، يضع، وضع حديثا. وهكذا قسم العراقي من معه المرتبة العليا في التوثيق إلى ثلاث مراتب، بذكر مرتبتين فوق الثقة، وكل أحاديث هذه المراتب صحيح. وأيضا قسموا أعلى مراتب الجرح إلى ثلاث مراتب فوق مردود الحديث، وكل أحاديث هذه المراتب لا يعتبر بها. لاحظوا هنا أن هذه المراتب التي أضيفت، هل يتغير الحكم؟ لا يتغير الحكم. يعني إذا كانت المرتبة هذه التي قالوا فيها متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه. إذن كل المراتب التي ستضاف بعد ذلك أيضا ستكون نفس الحكم، ولن يختلف الحكم كثيرا. إذن العلماء الذين أضافوا إلى مراتب الجرح أضافوا على هذه المرتبة، فالحكم هو نفس الحكم، لا يكتب حديثه، لا يعتبر بحديثه، وهكذا. يبقى كأنه تفصيل للمرتبة الأخيرة. طيب،
وهكذا لا نجد خلافا بين مصطلح ابن أبي حاتم ومصطلح الذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي. الحقيقة أنه لا خلاف، وإنما هو تفصيل داخل ماذا؟ مصطلح ابن أبي حاتم رضي الله عنه. اللهم إلا إذا وجدنا حقه وعارضه حديث من رواية الأوثق فإن الثاني يقدم. إذن إذا وجدنا حديثان، واحد من رواية، يعني متى يظهر أو متى تظهر ثمرة هذا الخلاف؟ تظهر ثمرة هذا الخلاف إذا وجدنا حديثا وصف راويه بأنه ثقة، وجدنا حديثا آخر أو سندا آخر للحديث وجدنا راويه بأنه الأوثق، أوثق الناس، من نقدم؟ عندها نقول نعم، هؤلاء ليسوا في مرتبة واحدة، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن هاتان مرتبتان، وأن الأعلى منها أو الأعلى مرتبة هي الأوثق. يعني تظهر ثمرة الخلاف عند وجود حديث بروايتين، واحدة راويها ثقة، ثاني أوثق. وكذلك إذا وجدنا حديثا في إسناده راو مردود الحديث وعرضه آخر في إسناده وضاع، فإن الأول يقدم. وأيضا المرتبة الرابعة والخامسة في الجرح أحاديث أهلها شديدة الضعف، وإذا توبعت أشعرت أن للحديث أصلا. أما السادسة فحديث أهلها موضوع خارج عن الملة، يعني خارج عن الاعتبار. طيب، يبقى هذه هي ماذا؟ مراتب الجرح والتعديل. ثم قال الشيخ مراتب التعديل: لما كانت درجات الرواة في العدالة والضبط متفاوتة، استعمل الأئمة ألفاظا تدل على ذلك، وها أنا ذا أذكرها لك مقسمة على مراتب قد رتبتها من الأعلى إلى الأدنى، والله المستعان. المرتبة الأولى ما كان بصيغة أفعل من ألفاظ التعديل العليا، وهي أوثق الناس. الشيخ هنا كأنه سيرتب الكلام السابق ويعيده مرة ثانية. أوثق الناس، أثبت الناس، أتقن من أدركت، ويلتحق بها إليه المنتهى في التثبت، ويحتمل أن يلتحق بها لا أعرف له نظيرا في الدنيا. المرتبة الثانية ما يفيد اشتهار الراوي بالعدالة والرضا، فلان يسأل عن مثله، مثلي يسأل عن فلان، أمثل فلان يسأل عنه، فلان يسأل عنه الناس، وهكذا. المرتبة الثالثة تكرار لفظ التوثيق الذي هو من ألفاظ التعديل العليا: ثقة ثبت، ثقة متقن، ثقة حجة، ثبت حافظ، ثقة ثقة، ثبت ثبت، ونحو ذلك. إذ التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، عليه فما زاد على مرتين فهو أعلى منها، وهكذا. ويلتحق بذلك عدل ضابط، عدل متقن، عدل حافظ، بخن بخن ثبت، وكذا ما زاد على لفظتين قال السخاوي فما زاد على مرتبتين مثلا يكون أعلى منها، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون، ثبت حجة، صاحب حديث. إذن هذا يجعل صاحبها أعلى. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة 9 مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه، وثقه توثيقا شديدا، وكرر اللفظ 9 مرات. يبقى المرتبة الرابعة ما كان بلفظ من ألفاظ العليا: ثقة ثبت متقن، لكن هذه دون تكرار. وكذا إذا قيل في العدل: حافظ ضابط إمام، المصحف الميزان. المصحف يعني كأن كتاب، يعني عندما يقال فلان مصحف يعني كأنه كتاب، هذا توثيق، يحفظ جيدا. الميزان، القبان، الجهبذ، فارس الحديث. الميزان يعني هو المعيار. القبان، القبان أي الميزان أيضا. المرتبة الخامسة: ليس به بأس، لا بأس به، صدوق، مأمون، خيار، خيار الخلق. المرتبة السادسة: محله الصدق، رووا عنه، روى الناس عنه، يروى عنه، إلى الصدق ما هو، إلى الصدق ما هو، يعني ليس بعيدا عن الصدق. شيخ وسط، وسط شيخ، صالح الحديث، يعتبر به، يعتبر به أي في المتابعات والشواهد، يكتب حديثه، مقارب الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، مقارب الحديث،
مقارب الحديث أي مقارب الحديث أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات. مقارب الحديث ومقارب الحديث. مقارب الحديث بالكسر أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، أي هو وسط، أي حديثه حسن. بفتح الراء مقارب الحديث أي حديثه يقاربه حديث غيره، أي فحديثه وسط أي حسن، يعني المعنى قريب، معنى قريب. ما أقرب حديثه صويلح صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ، صدوق تغير بآخره أو بآخرة، صدوق رمي ببدعة، قدري، جهمي، متشيع، صدوق إن شاء الله، أرجو أنه لا بأس به، ما أعلم به بأسا، ليس بعيد عن الصواب، روى عنه الناس، يروى حديثه، يكتب حديثه، صويلح مقبول، ما أقرب حديثه يعتبر به جائز الحديث. كل هذه الألفاظ في المرتبة الكام؟ السادسة. المرتبة السادسة من مراتب ماذا؟ من مراتب التعديل. ويمكن تقسيم المرتبة السادسة إلى أكثر من واحدة، ولعل العراقي فعل ذلك، فإنه بعد ذكر اللفظين الأخيرين أرجو أنه لا بأس به وما أعلم به بأسا قال والأولى أرفع، لأنه لا يلزم من عدم حصول العلم حصول الرجاء بذلك. أما الإمام النووي فصريح كلامه أنها مرتبتان، والسيوطي معه في ذلك، فإن الإمام النووي في تقريبه جعل شيخ مرتبة، وذكر السيوطي نقلا عن العراقي معها محله الصدق، وإلى الصدق ما هو؟ وشيخ وسط، جيد الحديث، حسن الحديث. ونقل عن ابن حجر أيضا ألفاظا أخرى مثل صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق تغير بآخرة، ثم قال ويلحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. وجعل أي النووي في تقريبه تقريب النووي الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي صالح الحديث مرتبة، وذكر السيوطي معها نقلا عن رقي صدوق إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به صويلح، ونقل عن ابن حجر لفظة أخرى زادها ابن حجر وهي لفظة مقبول. إذن الشيخ هنا ماذا فعل؟ فصل وذكر ألفاظا زائدة عن الألفاظ التي ذكرها ابن أبي حاتم والتي ذكرناها هنا فالشيخ هنا ذكر ألفاظا أخرى غير تلك الألفاظ التي ذكرها ابن أبي حاتم، وهذه الألفاظ في معنى الألفاظ التي ذكرها ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورحم الله شيخنا الجليل. قلت فعلى كلام العراقي والنووي يمكن جعل هذه المرتبة ثلاث مراتب، الأولى والثانية من كلام النووي، والثالثة هي ما أعلم به بأسا التي هي أنزل شيء عند العراقي، إلا أن هذا الخلاف من جعلها مرتبة أو مرتبتين أو ثلاث مراتب غير مؤثر، فيمكن جعل كل كلمة منها مرتبة تلي سابقتها في الدرجة، ويمكن جعل هذه الكلمات كلها تحت مرتبة واحدة وهي في نفسها مرتبة، وقد رتبتها لك في ضوء كلام الأئمة من الأعلى إلى الأدنى جهد الطاقة وفق الله وسدد. بقى الشيخ رتب كلام ابن أبي حاتم الذي قلناه وزاد الألفاظ التي وجدها عند الأئمة مما يدور حول معنى ما ذكره ابن أبي حاتم، يعني ابن أبي حاتم ذكر لفظا أو لفظين، هناك ألفاظ أخرى تقارب هذه الألفاظ الشيخ جمعها لنا وذكرها لنا هنا. وهذا الترتيب جرى عليه جمهور أهل السنة، هذا الترتيب يعني الترتيب الذي ذكره ابن أبي حاتم والذي فصله الشيخ هنا. وهناك من خالفه مخالفة يسيرة كابن معين ودحيم وابن مهدي، فيجب التنبه هنا لشيء ألا وهو إن هذه المراتب إنما هي لجمهور أئمة الجرح والتعديل، يبقى هذه المراتب للجمهور، وهناك استثناءات ومخالفات لبعضهم. لماذا نقول ذلك؟ حتى لا تعامل أو حتى لا تحكم على اصطلاح قوم باصطلاح غيرهم، وهي التي استقر عليها الاصطلاح، وهذا لا يمنع أن يكون لإمام آخر مصطلح يختلف،
عن هذا المنهج. إذن هذه المراتب هي قول الجمهور، هي قول من؟ هي قول الجمهور. مثلا حينما نترجم الراوي فنجد فيه كلاما لأبي حاتم الرازي، فإنه يجب هنا أن نعرف مصطلحه الذي يسمى. فإن كان مع الجمهور كما هنا عرفنا رتبة الراوي بسهولة، أما إذا كان له مصطلحات أخرى فيجب أن نفهم كلامه في ضوئها، وهذا مما عز في زماننا. لماذا عز في زماننا؟ لأن علم الجرح والتعديل فيه دقائق كثيرة لا تعلم إلا بممارسته، كثرة ممارسة هذا العلم تجعلك تقف على دقائق الأئمة ودقائق اصطلاحاتهم ودقائق تصرفاتهم. الشيخ الآن سيذكر بعض هذه الاصطلاحات الخاصة التي لبعض أهل العلم التي خالفوا فيها الجمهور. منها مثلا يحيى بن معين، فظاهر كلامه يقتضي التسوية بين ثقة التي هي المرتبة الرابعة، وبين ليس به بأس التي هي المرتبة الخامسة. قال أبو خيثمة: قلت يحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. إذن كلام يحيى بن معين يشعر بأنه يسوي بين المرتبتين الرابعة والخامسة. أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم نقل عنه أيضا توثيق من قال فيه لا بأس به، يعني هو إبراهيم بن حيم إذا قال في شخص لا بأس به فهذا توثيق، فهذا توثيق. إلى آخر ما يقوله هنا الشيخ تفاصيل كثيرة. إذن المهم هنا أن نعرف أن هذا الاصطلاح يسري على الجمهور، أو هو ما عليه جمهور أئمة الاصطلاح وجمهور أئمة الجرح والتعديل. حكم هذه المراتب، ما حكم هذه المراتب؟ ذكرنا قبل ذلك، لكن لا بأس أن نؤكد ونقول حكم هذه المراتب. إذا كنت قد بينت لك ألفاظ التعديل وأنها مراتب بعضها أعلى من بعض، وقسمتها لك إلى 6 مراتب، وبينت أنه يمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك، فإنه يبقى أن أذكر حكم هذه المراتب من حيث الاحتجاج. أما المراتب من الأولى إلى الرابعة فإنه يحتج بحديث أهلها، يعني إذا قلنا فلان ثقة يبقى إذن حديثه يحتج به من قسم المقبول، إذ هم جميعا يشتركون في أنهم ثقات. يبقى من الأولى إلى الرابعة يحتج بحديثهم. وحديث أهل هذه المراتب صحيح، منه ما هو صحيح ومنه ما هو صح. وحديث الصحيحين من هذه المراتب، يبقى حديث البخاري ومسلم، رواة البخاري ومسلم من هذه المراتب الأربعة الأولى. أما المرتبة الخامسة فحديث أهلها يحتج به، ومرتبته تالي مرتبة حديث الثقة. يبقى يحتج به لكن في مرتبة أقل. متى تظهر ثمرة الخلاف؟ إذا وجدنا تعارضا نأخذ بالأوثق. وحديث أهلها حسن، حديث أهلها من مرتبة أو من قسم الحسن. أنتم في المصطلح تعلمون أن الصحيح أعلى من الحسن، فالمرتبة الخامسة يحتج بحديث أهلها من قسم المقبول أيضا، لكنه دون المراتب الأربعة الأولى. وحديث أهلها حسن كما قلنا. وحديث أهل هذه المرتبة كثير في كتب السنن. يبقى الأربعة الأولى أين نجد أهلها؟ في الصحيحين البخاري ومسلم. المرتبة الخامسة أين نجد أهلها؟ في كتب السنن في الغالب، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، سنن البيهقي وغيرها. أما المرتبة الخامسة، المرتبة السادسة، فحديث أهلها ضعيف يعتبر به. يعني يعتبر به؟ يعني يستخدم، يوظف في الشواهد والمتابعات، بمعنى أنه يبحث له عن مقوٍ يقويه من آية قرآنية أو حديث آخر أو قول صحابي، فإذا وجدنا له مقوٍ ارتفع عن رتبة الضعف إلى الحسن لغيره. أما إذا لم نجد له مقوٍ فإنه يستفاد به في غير العقائد والأحكام،
فيؤخذ به في الفضائل والترغيب والترهيب والزهد والآداب. وحديث أهل هذه المراتب كثير في المصنفات والمعاجم والأجزاء. إذن تحدثنا الآن عن حكم هذه المراتب جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.